مرحبا مشاهدينا الكرام على قناة الشعب قناة شوف تي في في هذا البث المباشر يعني من يعقوب منصور. اتصلوا بنا الناس احد الجيران هنايا اللي قال لنا انه هذا الرجل المسن يعني خرجوه من احدى الخيريات المتواجدة بيعقوب المنصور. ف جينا عنده دابا لقينا فعلا دابا الشا وعني والبرد مخبي غير تحت من هذا الباش ديال هذا القهوه اللي مسدوده وبدات يعاود لنا القصه ديالو. السلام عليكم الشريف، عاود لنا القصه ديالك والاسم ديالك، عرفنا براسك وعاود لنا القصه ديالك. خلي الميكرو هنا. السلام عليكم، انا الاسم ديالي عبد الله العواد. انا الاسم ديالي عبد الله العواد. الاسم ديالي عبد الله العواد، راني كاين في واحد الخيريه هنايا، وقال لي واحد المشكل في واحد الخيريه مع واحد المؤطره. وهذيك المؤطره سيدي انا تغديت بغيت غادي نخرج من الباب وهي واقفه في الباب، هي واحد السيكريته تهضر هي وياه. انا كي جيت نخرج طلعت من الكتف ديالي مع الكتف ديالها، وهي تدور فيا بدات تسب، قالت لي من قله الادب قول لي غير بعد من الطريق، حيد من الطريق. قلت لها اسمحي لي انا ما تنهضرش معاك. شويه دازت معايا في الهضره بدات تسبني، بديت تنسبها شويه وتيشد هذاك شدها السيكري. ملي شد هذاك السيكري جرني انا برا، قال لي خرج بحالك بدل الساعه. خرج مشيت تندور، ملي مشيت تندور اسيدي خرجت تندور، ملي تميت راجع في العشيه بغيت باش ندخل لقيت الاستاذ في الباب، قال لي اسمح لي اسيدي راه ما تدخلش. قلت له علاش؟ قال لي راه هذيك مساعده اجتماعيه، ديك مساعده اجتماعيه راه كتبت بيك وعيطت الرئيسه قالت لها داك قالت لها عبد الله العواد راه تحرش بواحد السيده هنا سميتها حفيظه. قالت لي وسيدي ملي يجي جمعوا له حوايجو حطوه له في الباب قول له يصني ويعطيه ورقه ويمشي بحاله. ملي جيت انايا السيد قال لي سيدي راه قالت لك الرئيسه راه قالت لك شكاو بيك، دابا قالت لك سيدي جمع حوايجك وسير بحالك سني وسمع حوايجك. قلت له انا ما يمكنش، عيط لي هاد الرئيسة اللي قالت لك وتجي تصنت ليا كيما تصنتت ليه وديك الساعة نشوف واشنو كاين. صونا لها قالت له سيدي سير يجمع حوايجو ويمشي بحالو. فيا هذيك جيت انايا بقيت مساينها اليوم ربع ايام وانا مساينها. قبيله مشيت عند البوليس، مشيت هاد الصباح عند البوليس. ملي مشيت عند البوليس دخلت عنده قال لي واش داكشي؟ قلت له واحد السيدة مؤطرة هنايا، اشنو وقع لي معاها واشنو وقع لي معاها راه عارفني وكيفاش وكيفاش. قال لي سيدي احنا ما عندنا ما نديرو لك، سير طلع عند الوكيل شكي عليه دير شكايه وديك الساعه يعطيك شي ورقه اجي نخرجوا معاك. المهم هي هذيك جيت هاد السيد اللي كاينه خير. كيفاش دخلت الخيريه؟ كيفاش دخلت الخيريه؟ الخيريه سيدي انا كنت في الكاموني، كنت في الكاموني يا سيدي صمت، كنت في الكاموني تما تنبات في الزنقه. شدني ذاك المرض تنبات في الزنقه، ملي شدني ذاك المرض تنبات في الزنقه جات واحد المحسنه لقاتني تما شافتني شكيت عليها قالت لي غادي نشوفك واحد الرئيسه هنايا غادي نديك للخيريه. المهم عيطت لديك الرئيسه عندها الخيريه تما في الكاموني داتني. ملي داتني حكيت لها الظروف ديالي قلت لها رانا مريض وكيفاش وكيفاش، هزتني جاتني للسويسي شدت لي راهم دي فوق دوزوا ليا لقاو عندي كونسي عندي لقاو عندي مرسل في المصرى الكبير. داروا لي العمليه خرجوني من تما من اللي بريت جابتني لعندها. المهم دوزت عندها شي ايامات صيفطتني للحج. ملي جيت من الحج حسيت براسي شويه تنخرج من عندها. ملي خرجت من عندها وليت شويه اثر عليا ذاك المرض ذاك الفضاق اثر عليا ذاك الفضاق. جات واحد السيده اخرى شكيت عليها قلت لها ودي بغيت نولي الخيريه راه ذاك الفضاق راه تيضرني وبغيت نولي ندير عليه عمليه. قالت لي يا سيدي دابا ديك الخيريه ما يقدرش يدخلوك، غنشوف لك شي بلاصه اخرى. وهي تجيبني الباب شاله، جابتني مسكينه هذيك المحسنه جابتني الباب شاله لعند المدير. دخلتني في باب شاله استقبلني ذاك المدير شدني ذاك المدير تما عام وانا عنده وانا عند ذاك المدير في باب شاله. من باب شاله المدير جابني لهنا ديال باب شاله شدوني هادو جابوني لهنا بقيت عنده هادو. وهادو دابا هادو نيت راه الدوسي ديالي عنده. شوف الدوسي ديالي عنده من شهر 6 يا خويا، من شهر 6 دوزت عند الطبيب
قلبني الطبيب قال لي جيبوه ندير له عمليه، سيروا قدوا له الاوراق ديالو، قدوا له المسائل ديالو، ندير له عمليه. الدوسي ديالي راه مقاد كله، داير تحاليل، داير راديو، داير كل شيء، كل شيء موجود، خص غير يهزني باش نوصل ندير عمليه، وما بغاوش يدوني هذا الدوسي، يمشيو يقلبوا ويشوفوا التاريخ من شهر 6 حتى لشهر 10. هذا دابا هذا الشيء اللي كاين اخويا. دابا انت في البرد وفي الزنقه، رجع الله شويه الحاج، انت في البرد وفي الزنقه دابا. ايه راني هنا واش غادي ندير؟ يومين ما كليت والله، الا يومين بالله لا كنت تعبنا والله، الا الماء اللي تنصب واحد القرعه هي. اقسم لك بالله الا يومين تتقطع هنا. شوف هاد الظلم اللي كاين في هاد الخيريه، هاد الحكره اللي كاينه في هاد الخيريه هادي. شوف هاد الظلم، فين سيدنا؟ سيدنا دارها لينا. دارها لينا ساعية ديالو، سيدنا راه دار لي الخيرية ولكن هي ديالو، تيبيعو ويشريو في النوزالة هنايا، تيبيعو ويشريو في النوزالة صاحبي، الخيرية ديالنا. دابا انتيا ما تحرشتي ما والو. لا والو، كاين الكاميرا، كاميرا والعساس، واش دابا العساس، دابا العساس، العساس اخويا واقف تيهضر معاها، فهمتي؟ العساس واقف تيهضر معاها، كي غادي ندير نتحرش بها؟ وهالعساس ها هو منه نقلدوه، هو نجيبو له 60 حزب باش ما يكذبش ويقول الحقيقة، يقول الحقيقة. إلا أنا داير هادشي ندوز العقوبة، أنا لا داير هادشي نمشي ندوز العقوبة ونولي، هادي هي دارنا، ما عندي فين نمشي، هادي هي دارنا، ندوز العقوبة ونولي، لا ثابت عليا هادشي، أنا ندوز العقوبة ونرجع، هادي هي دارنا. وهذاك السكري نحطوا له 60 حزب يحلف ويقول الحقيقة، ولا ثابت هذا الشيء أنا نحكموا عليا بعام، أنا حاكم على راسي بعام، عام أنا حاكم على راسي بعام، ندوز حبس على هذا السيد، على هذا الشيء دايرو، على هذا الشيء دايرو، أنا ندوز عام أخويا. البرد كي تدوز بتي البارح هنايا؟ 3-4 أيام وأنا ثبت هنا في اللي تمشي نساعد مع العساس، عندي الجلالب ديالي جوج تما والكبوط ما كاينش كذوب، وتيحطيه لي مسكين، وتمشي نتغطى هنايا بهم وتنعس وتنبات، أقسم لك بالله ربي شاهد عليا. وانا مزينة عبجدي، عبجدي الرئيسة ومرضاش تجي عندي، عبجدي تحاور معايا كيما تحاورت معاهم هما، قلت لها علاش جبت الناس تحاوري معايا، قولي لي شنو نقول لك شنو المشكل ما بيني وبينه، وما بغاوش. والدوسي ديالي راه كامل يا من شهر 6 راه كامل الدوسي محطوط، وما بغاوش يدوني ندير العملية يا خويا. هاد الخيرية هادي راه تيبيعو ويشريو، تيبيعو ويشريو في النازيل، ماشي ما هي ديالنا دارها سيدي، ولكن ديالو، فين شي مسؤول اللي تيجي عندنا يراقبنا؟ أنا 3 سنين هنا ما عمر شي مسؤول دخل قال لنا شنو خصكو، المجرمين شنو خصكو، حتى شي واحد ما بان عندنا الخيرية فتش فينا ويقول لنا شنو تيضركو باش نشكيو عليه ونقولوا له شنو دارنا، غير هما تيفرسوا فينا، غير هما، غير هما بعضياتو تيفرسوا فينا. شنو تطالب باش؟ ها تنطلب اخويا حقي في هاد السيده اللي تهمتني، وانا طرميت المره، طرميت المره، وانا عندي العمليه، عندي العمليه هاد الجمعه خصني نمشي ندير العمليه، راه الدوسي عندي كامل، راه الجمعه كانوا يديوني يديروا العمليه وحرمتني. انا ضعت، ضعت، دعوة الله ياخذ الحق في الظالمين، دعوة الله ياخذ الحق اخوتي في الظالمين. هاد الخيريه راه هذه الخيريه راه ماشي ديال المساكن، هذه لا حاشا واش، هاد الخيريه ديال المساكن، حاشا واش ديال المساكن، هاد الخيريه، هاد الخيريه ماشي ديال المساكن، هاد بيع وشرا راه ما كاينش ديال المساكن. اجي تشوفوا شنو واقع في هاد الخيريه، اجي تشوفوا شنو واقع في هاد الخيريه. الواقع يهضر معاك حد، ما شكون يهضر معايا؟ انا مشيت للسيده ما رضاتش تجي عندي، اللي رئيسه عاد ولات جديده، راه عاد ولات جديده في بلاصه الرئيس، عاد ولات جديده داروها. والرئيس اللي كان كي كان كيتعامل معاه؟ الرئيس اللي كان معنا العوني الله يعمرها دار، كان العوني كان مزير القضيه. ايه كان مزير القضيه. ايه شنو ممكن تقول لي؟ ها؟ شنو تطالب اليوم؟ تنطالب اليوم وانا يشدوا لي حقي. ايه تشدوا لي حقي، انا تنطالب يشدوا لي حقي يا خالي. انا كان واحد السيد هنايا هو اللي رئيس الله عمر له دار، كان القضيه مزيره وكان كل شيء مزير، خرج هذاك صافي ولات مسيبه، ما كاين حتى حاجه، ولات مسيبه خايب. السلام عليكم. تشوفوا مشاهدينا الكرام هذا الرجل المسن يعني وتترعد في هذا البرد هذا، يعني خرجوه من الخيريه نتاعو يعني في هذا البرد، وهاد الجماعه عنده العمليه وخاصه الوريقات ديالو والبرد. مشاهدينا الكرام الله اليوم تخيل اليوم الشتاء في الرباط يعني خلتنا يعني نوضعوا علامات استفهام، يعني خاص شي واحد يجي يتحاور معاه، وخاص المسؤولين ديال هنايا سواء سعد الباشا او لا العامل الاقليمي او لا سعد الباشا انهم يتدخلوا باش يشوفوا الحقيقه ديال هاد الشيء اللي تيقول هاد السيد، واش بصح كاين او لا، وايضا
يشوفوا كيفاش امكانيات ديال يرجعوا هذا السيد الخيريه، لانه هذه الجمعه عادي العمليه وما يمكنش على انه 4 ايام دابا هو في هذا السن. وشوفوا كي تيترعد المشاهده الكرام، شوفوا كيفاش تيترعد، نحاول نبين لكم الصوره كما شوفوا كيفاش تيترعد، شوفوا كيفاش تيترعد، يعني كيفاش انه 4 ايام يبقى في الزنقه هنايا، يعني خاص تدخل المسؤولين. دي رساله للمسؤولين ديال مدينه الرباط وبالضبط يعقوب المنصور، يعني سعاد السيد الباشا والقيد ديال هذه المنطقه انهم يتدخلوا، وايضا عامل عماله حتى سيد العامل او سيد الوالي وعمده الرباط انهم يتدخلوا باش انهم ينقذوا هذا السيد وينتشلوه من الزنقه ومن الضياع. ما يمكنش هذا السيد في هذا السن، ونشوفوا نشوفوا يعني الدموع ديال هذا الرجل، دموعك غاليين، دموعك غاليين، حتى الاب ديالنا كاملين مشاهدينا الكرام. يعني للاسف، للاسف الشديد، للاسف الشديد، يعني هذا الشيء محسن مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، نتمنوا انه يلقوا الحل لهذا السيد وانه يلقوا لي حل مشاهدينا الكرام، وانه ينتشلوه من الزنقه ويدخلوه يعني البلاصه اللي فيه الدار، الدار المسنين. وصلنا للنهايه مشاهدينا الكرام، وصلنا للنهايه، كيجيب علاش تبكي استاذ؟ حقره 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 في المغرب، حقره حقره المسكين في المغرب، حقره حقره هو ديال المسكين في المغرب، حقره حقره حقره، حقروني 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 يا خويا، حقروني يا خويا حقروني، دعوة الله ياخذ الحق بي الحق، دعوة الله ياخذ فيه الحق، دعوة الله دعوة الله دعوة الله خويا ياخذ فيه الحق، دعوة الله دعوة الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله يا ربي بي المران في المقاري، الله يا ربي بي المران في المقاري في الظالم. يا لي خويا الله يرحم الوالدين. مشاهدينا الكرام، الصورة كفيلة، وصلنا للنهاية ديال هذا البث المباشر، إلى اللقاء.